السمك الحقيقي هذه الكمية هذه ب21 درهم، ها شتي، ولكن خصو يعاود يتغسل ويتنقى مزيان، حيت واخا منقي كيخصو يتنقى مزيان بزاف باش تنقى فيه حتى شوكة. غادي ناخدو واحد جوج، ها ناخدو هادي غنديرو بيها، وهادو من بعد وهادي اختيارية اللي بغي يديرها، ما حتى بلاش، هادي اختيارية. انا زدت هذا بفداه غالي قمة، تحميرة الكمون الابزار والملحة فقط، الثومة وهذا كتخلط هادشي كله. ودابا عاد غادي نستو الطاجين، حيت على حسب الاستيفاء على حسب البنة كي كتكون، هذا هو السحر ديال الطاجين المغربي. اول حاجة الفلفلة، ومن بعد مطيشاي، في هذه الحالة درنا الفلفلة هي الأولى ومطيشاي الثانية، حيت قلت لك كيتبدل حتى المذاق على حسب الاستيفاء، هذا هو كل مرة الواحد يبدل. وبطاطا من الفوق فوالا، ايوا مع إضافة السمك الحقيقي في الطاجين المغربي العالمي. ودابا عاد غنزيد شوية الزيت، البلدية يا سلام، بلاتي نزيدو هادي. النتيجة مبهرة يا سلام، والحمد لله. شوف 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 كيفاش هادشي هذا، وتحياتي عالية جدا إلى جميع الأصدقاء الأعزاء الشرفاء النزهة.